طب ايه اللي المفروض يا كابتن مصطفى انت شايفه لازم يتعمل عشان المصري طبعا يعني بيقدم مواسم مش بطاله؟ اوكي ماشي يعني لكن دلوقتي في امكانيات ماديه جيده، ايه اللي المطلوب بيتعمل عشان المصري يرجع خلينا نقول لامجاده؟ بص يا كابتن، حاجات كتير جدا لازم تعمل في النادي، حاجات كتير قوي. كل اللي بيجي النادي المصري على مر المجالس الادارات كلها في النادي اول اهتمام يجيب مين يلعب فريق اول، لكن لا بيبص البنيه تحتيه، لا بيبص يعمل قاعده ناشئين، ما عنده كنز في القاعده بتاع الناشئين دي. كل الانديه مش النادي المصري بس، بس النادي المصري بالذات كل تفكيرهم يجيبوا زي ما قلنا في البدايه، اجيب حارس مرمى ب 36 مليون وانا عندي حارس مرمى اثبت في الماتشات الاخرانيه انه افضل يلعب منتخب مصر. ده هايل عصام ثروت. على فكره انا مستغرب ان هو ما راحش المنتخب، يعني بقول لك اهو انا بصراحه ده شايل فكره وناهي الموسم سابقا شايل في ماتش ام بي غلا انفرادات وجسمه حلو انا شفت اتبهرت بمستواه. ليه اصرف المبالغ دي كلها؟ اصرف المبالغ في 12 13 لعيب 8 مليون ليه؟ يعني عايز اسال سؤال، انت يعني انت حضرتك شايف ان الافضل كان صرف ربع الفلوس دي على كابتن مين اللي بيلعب؟ مين اللي بيلعب دلوقتي؟ مجموعه من الناشئين واللعيبه المحترفه كويس، مجموعه من السنه اللي فاتت مع 2 3 محترفين من اللي هم اشتروهم السنه دي. مين ماسك الملف بتاع تعاقدات النادي المصري؟ مين ماسكه؟ استاذ ياسر يحيى. يعني معلش لعب كام سنه كوره؟ اجيب انور شلوفة، انا مع احترامي انا برضو زي حضرتك ما بتقول انا بحب نادي الزمالك، انا بحب النادي المصري طبعا اكيد طبعا. اجيب سمسار امسكه لجنه التعاقدات وفي نفس وكيل لعيب وفي نفس الوقت هو اللي ماسك النادي، يعني بيبيع لنفسه؟ هو طبعا ما ينفعش. هو طبعا ليهم طبعا الاستاذ ياسر والاستاذ كابتن انور ليهم حق الرد ان هو يرده، لان ده حاجه انا مش عارف التفاصيل اللي انا شفته كله. احنا على فكره كان في لجنه كره اتعملت من الموسم من شهر 3 لحد 1/9 اتوقفت في عهد كامل ابو علي، لجنه دي متكونه من كابتن حسام غويبه، مصطفى ابو الدهب، ابراهيم المصري، طارق الصاوي، اسماء كلها كبيره وناس كلها بتحب. شفنا رحنا ملاعب، الكلام ده على فكره مش عايزين نعلنه، عملنا ملف كويس ومش عايزين نقول عملنا ملف كبير جدا للعيبه 40 بالظبط 44 لعيب تقريبا دلوقتي السنه دي فيهم لعيبه متالقه بشكل كبير في انديتها. هديك نموذج واحد بس، واحد بس. سمير فكري في الداخليه بس، لعيب كبير مثلا، لعيب هايل ما كانش حد يعرف عنه. كوفة لعيبه كتير جدا، لعيبه كتير جدا قلنا كتير جدا ومبالغ مش كبيره كده. انت عارف ان سمير فكري ده خلص في سموحه خلاص؟ ها لا لعيب كويس، يبقى ده كان فري لحد شهر يناير. لعيب كويس قوي، بقول لك كان فري لحد شهر يناير. يعني عايز اقول لك يا النادي مثلا عايز حاجات كتير جدا كتير قوي. فانا دي يمكن اكتر حاجه زعلانه، انت بتصرف مبالغ كبيره قوي مش في مكانها خالص.